شرب الماء له فوائد مذهلة، دعني أشارك معك ثمانية منها. أولاً، الماء يحافظ على ترطيب الجسم، مما يساعد في تحسين وظائف الأعضاء. ثانياً، يساعد في تعزيز عملية الهضم، مما يقلل من مشاكل المعدة. ثالثاً، شرب الماء يمكن أن يحسن من صحة البشرة، حيث يجعلها أكثر نضارة وإشراقاً. رابعاً، يساعد الماء في تنظيم درجة حرارة الجسم، مما يجعلك تشعر بالراحة في الأجواء الحارة. خامساً، يعزز من وظائف الكلى، حيث يساعد في طرد السموم من الجسم. سادساً، شرب الماء يمكن أن يزيد من مستوى الطاقة، مما يجعلك أكثر نشاطاً خلال اليوم. سابعاً، يساعد في فقدان الوزن، حيث يمكن أن يقلل من الشعور بالجوع. وأخيراً، الماء يعزز من التركيز والذاكرة، مما يجعلك أكثر إنتاجية. لذا، احرص على شرب كمية كافية من الماء يومياً.